تتزايد حاجة العراق من الطاقة بشكل كبير، لا سيما في القطاع الكهربائي، منها مع التوسع الحاصل في القطاع السكني والاعتماد عليه بشكل كلي في وقت يتذبذب فيه مستوى الإنتاج في هذا القطاع، ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام. وزير الصناعة وكالة أكد أن منتدى العراق للطاقة يوفر فرصة لإنتاج رؤية استراتيجية لهذا القطاع للمستقبل القريب. نحاول من خلال اليومين المخصصين لهذا المنتدى ولمؤسسات الدولة في طرح رؤية لاستراتيجية موحدة للنهوض بواقع الطاقة. تعرف اليوم الطاقة عامل محدد للكثير من مجالات النهوض بالواقع الاقتصادي. على سبيل المثال اليوم نحن في وزارة الصناعة، واحد من العوامل التي تحدد من المضي وإطلاق المعامل والمصانع في الإنتاج وتقليل الكلف هو ضعف الطاقة الكهربائية الواصلة إلى المصانع والمعامل. فيما أشار وزير الموارد المائية إلى محدودية الاعتماد على الطاقة البديلة كالطاقة الكهرومائية المستخرجة من السدود بسبب انخفاض مناسيب الماء في أنهار العراق. لا يمكن أن تغلق هذه الفجوة هي المنشآت الأروائية والتخزينية أبدا، لا يمكن أن تغطي، وفي يعني في كل أنحاء العالم لا تغطي، هي سبلمنتال، هي مكملة للحاجات، ولكن باعتبارها طاقة نظيفة وهذا شيء مهم جدا إذا كان بالإمكان تشغيل السدود لإنتاج الطاقة. وعن تطوير الحقول النفطية واللغط المثار حول جولات التراخيص، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن الحكومة قررت مراجعة تلك التراخيص مع الشركات بما ينصف العراق وحقه في تطوير حقوله، وأبدت بعض شركات التراخيص النفطية استعدادها للتفاوض ومراجعة تلك التراخيص بما يضمن إدامة الشراكة بين الطرفين. ورد في قانون الموازنة في 2016-17 إعادة النظر بجولات التراخيص، وهناك فريق فني عالي المستوى بالحقيقة من الخبراء العراقيين يتفاوض مع الشركات في هذا المجال، وصارك استجابة لتعديل جولات تراخيص اللي هي عقود خدمة في طبيعتها. نعم، إذا كان خطة الوزارة أنه بتعديل بنود العقد رح يكون طبعا نقاش مستمر، احنا دائما نصبو إلى تحسين الوضع وتحسين هذه الشراكة بين العراق وبين شركة بي بي. ويذكر أن منتدى العراق للطاقة اختتمت أعماله اليوم، وشاركت فيه العديد من النخب الاقتصادية والسياسية والشركات العالمية ومراكز البحوث المختصة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة لمناقشة واقع الطاقة في العراق. الانفتاح على العالم ومقاربة تجارب كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة قد يحقق المبتغى للنهوض في هذا القطاع، لكن المخاوف من الفساد المستشري في أغلب مفاصل الدولة هو التحدي الأكبر في أغلب مشاريع الطاقة، على الرغم من مساعي الحكومة في مكافحة ذلك الفساد. من منتدى العراق للطاقة في بغداد، وليد الشيخ، الحرة.